القديم حرام عليك. قلت لك كنت شاربة ومش فاعل، فجأة لقيت نفسي بعمل كده. انت ايه يعني؟ عمرك ما غلطت؟ انا اول مرة في حياتي اعمل كده. انا عمري ما خنتك، رغم اني عارفة ومتأكدة انك خنتني كتير. انا ما ينفعش اروح كده. لو لوجيك انا صحيح هنقول لها ايه؟ ليز انا دي احنا فرطة كبيرة قوي، لازم نهدى ونفكر بالعقل. أنا خايفة يكون حد شاف عربيتك عند فيلته، ولما يلاقوا جثته يوصلوا لنا وتبقى مصيبة، وحتى ممكن يتهموك بقتله لو كان مات. لو كان عايش بقى تبقى مصيبة أكبر. انزلي. انزلي فين؟ انزلي هنا. نادين طب خلينا نروح. طيب لا يا نادين بليز. عايز خبر في كل الجرايد بكره ان انا ورشا انفصل. ايه؟ ويتقال جوه الخبر ان احنا منفصلين من زمان، بس كنا مأجلين اعلان الموضوع. طب هو ايه اللي حصل؟ اعملي اللي بقولك عليه من غير اسئله. اوكي؟
بابي انت ليه ما بتاكلش؟ هاكل يا حبيبي، بعد ما ناكل هنروح مشوار مع بعض. هنروح لمامي؟ مش انا قلت لك مامي مسافره؟ سافرت وانت نايمه وما رضيناش نصحيك. كام يوم وهشوف اذا كنت تروحي لها تقعدي معاها ولا تفضلي معايا انا. نروح نغسل ايدينا بقى عشان نخرج. ايوه يا باشا، هو اتصل عليا وقال لي يا متولي انت اجازه، قلت له ماشي او تيجي بكره براحتك، قلت له ماشي. وجيت الصبح لقيته يا ولده زي ما انتوا شايفينه كده. هو عايش لوحده هنا؟ ايوه يا باشا، هو واخدها ايجار او كان ناوي يعمل فيها اللي بتاع ده، اللي بتاع اللي هيلعبوا فيه ده. جيم؟ ايوه عليك نور يا باشا. يا مجدي بيه. أوامرك يا باشا. تاخد بطاقته وتجيبه لي النيابة النهارده بالليل. تمام. بطاقتك يا حاج. عظيم جدا. وبعدين هنفضل كده كتير؟ هو انت اول ولا اخر واحد يتفاصل عن مراته؟ طب انت عارف ان هي صرفت النهارده التشيك اللي انت كنت كاتبه للايجنسي بتاعتها؟ يعني هي عايشه حياتها وانت عامل في نفسك كده. وبعدين دي عمرها ما كانت تستاهلك، انت ضفرك برقبتها. مستر نديم الشغل كله ملخبط والدنيا بايظة، انت عارف انت فاتح كام بيت؟ مستر نديم الناس دي ذنبها ايه؟ مستر نديم احنا كلنا بنستمد قوتنا منك واولهم انا، ومفروض ما تسمحش لاي حاجه في الدنيا دي كلها تكسرك. مش انت اللي علمتني كده؟ ومش عشان دي يعني أي واحدة في مكانك بتعمل إيه؟ لما تدخل تلاقي السكرتيرة قاعدة على حجر جوزها وهو عمال يفعص فيها. أكمل معاه إزاي؟ كان لازم طبعًا أطلب الطلاق. طب وذنب بنتك إيه؟ ذنبها إن أبوها خاين. وهو ما حاولش يعتذر لك ولا يبرر لك عملته السودة دي؟ أيوه حاول بس. ده شوية شوية كان هيوطي على رجلي بصي.
بس انا كرامتي ما تستحليش اعيش مع واحد غلطي زي ده. مش كفايه عايشه وساكته؟ لان لولا ان انا بنت ناس متربيه كان زماني فضحته. هو في سر بس انا مش هقدر اقوله. سر ايه؟ مش هينفع، حرام. ده مهما كان ابو بنتي. ما تقولي يا رشا سر ايه؟ هو احنا غربه عنك؟ ده احنا اصحابك. بس ما قلتش حاجه. اكيد. بس اللي كان بيعمله مع السكرتيره ده يعني منظره على الفاضي، عايز يثبت رجولته. انما الحقيقه خلاص بقى يا جماعه، مش هقدر اقول اكتر من كده. وده كان شرط الطلاق ما بيننا.